الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الباب الخامس من الكتاب السادس والثلاثين كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. والحقيقة يعني أنا لا أعتقد أن هو المسألة بالنسخ، ولكن المسألة على حسب وجود العلة. إن وجد فقراء فلا تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، إن لم يوجد فقراء فلك أن تدخر منها فوق ثلاث وتأكل منها كيف شئت، لأن النبي نهى عن ادخارها فوق ثلاث من أجل الدافة الذين دفوا إلى المدينة وقدموا يوم الأضحى وكانوا فقراء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة. فلما جاء العام الذي يليه ولم يدف أحد، لم يأتي أحد، فقال لهم كلوا وادخروا كيفما شئتم. يبقى العلة ليست هو نسخ الحكم مطلقا، بل هو غياب علته. فإذا وجدت العلة يوجد الحكم، فإذا وجدت علة الفقراء والمحتاجين فلا تدخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. زي في بلادنا في مصر دلوقتي في الفقر اللي احنا فيه ده، لا يدخر من فوق ثلاث من لحوم الأضاحي، يطلعها كلها أول بأول. ثلاثة يعني ايه؟ ثلاثة أيام يعني يوم النحر ويومين من أيام التشريق، يعني رابع يوم العيد ما يبقاش عنده من لحوم الأضاحي شيء، اللي كلوا كلوا والباقي وزعوا، إنما ما يجيبش الديب فريزر ويملأ بقى لحمة ويقعد يسحب منها لمدة 3-4 شهور قدام كده، خطأ وسايب الفقراء، فهم؟ لكن ياخد ثواب الأضحية، لكن لا يأخذ ثواب الصدقة. اللي يفعل ذلك ياخد ثواب الأضحية ولا يأخذ ثواب الصدقة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 18 بعد 205,000، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ولا ونأكل منها، يعني فوق ثلاث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، يعني شكوا السنين اللي بعدها، يعني مش في نفس السنة دي يعني. فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول،
فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد يعني بفقر وجوع فأردت أن يفشو فيهم. إن ذاك يعني العام الماضي يعني حيث نهيتكم كان الناس بجهد، أما الآن فكلوا وادخروا كيف شئت. فأردت أن يفشو فيهم يعني ينتشر فيهم الطعام واللحم، يبقى يفشو يعني ينتشر. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لهم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. بالبركة بقى، لبركة النبي يعني قعدت معاهم لحد ما ايه طول السفر بتاعهم لحد ما وصلوا المدينة يطعموا منها، لأن كان من ايه من خصائص نبينا ومعجزاته البينة المتكررة تكثير الطعام القليل، يكفي الأعداد الكبيرة، حتى أنه قليل من الطعام كان يطعم جيش كامل صلى الله عليه وسلم، وقليل من الماء يسقي جيش كامل بما فيه من دوابه أيضا. فهذا كان منتشر ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتكرر، حتى أنه صار عادة، إن طالما النبي معانا يبقى الأكل ده هيكفينا، خلاص بقت عادة خلاص عندهم، صار كالعادة عندهم من كثرة تكرارها صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان سيدنا عيسى بيقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، حيث محل سيدنا عيسى بركة، سيدنا عيسى من أتباع نبيين من أمة نبيين، فما بالك نبي نبي، فهمت إزاي؟ إذا كان واحد من أتباع نبي ورسول من أولي العزم سيدنا عيسى، وده واحد من أتباع أمته، فما بالك بقى المتبوع بقى إذا كان التابع بهذه الحالة الكبيرة. فيعني الحمد لله الذي جعلنا من أتباع هذا النبي وجعل محبته في قلوبنا أشد من محبتنا لكل شيء حتى أنفسنا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عم ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. من مكة للمدينة أيام النبي كانت تاخد لها 11 يوم أو أسبوع، يعني لما يسرعوا ياخدوا أسبوع، وتاخد لها من أسبوع لأسبوعين أيام ما كانوا بيمشوا بسرعة إيه؟ بسرعة الجمال. أنت دلوقتي بتاخدها في 3 ساعات وأربع ساعات بالسيارة، إيه وتنزل تقول تعبنا، لأن إحنا بقينا ضعاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال الخلق في تناقص إلى إيه؟ تقوم الساعة. تناقص حتى في الديانة، وتناقص حتى في البدن وفي العافية وفي الأعمال وفي كل حاجة. إذا ما قارنت عملك وعبادتك بعبادة العباد أيام النبي هتلاقي نفسك بتلعب. دي الحقيقة. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى نهاهم أولا عن زيارة القبور ليه؟ لأن ما كانش لسه في مسلمين ماتوا، فهمت إزاي؟ وما كانوش مستقرين، كانوا قعدوا في مكة شوية وهجروا راحوا على المدينة، هيزوروا قبور المشركين؟ فنهوا عن زيارة القبور بلا ما يروحوا يزوروا قبور المشركين. لما استقروا في المدينة وصار هناك شهداء ومسلمين دفنوا في البقيع وفي غيره فأمرهم بزيارة القبور بعد ذلك. يبقى النهي كان متوجه حيث لا يوجد قبور للمسلمين،
فلما استقر الامر وصار هناك قبور للمسلمين فزوروا بقى قبور المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني نهيتكم عن زيارة قبور المشركين فزوروها، يزوروا قبور المسلمين. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، لأن كان نهاهم عن بعض الآنية الانتباز فيها حيث يسرع فيها التخمر، زي آنية الحنتم والدباء والنقير والمزفت وغير ذلك، كما نقرأه في كتاب الأشربة إن شاء الله الباب القادم، الكتاب القادم. في أولا نهاهم عن إيه؟ بعض الآنية التي إذا انتبذوا فيها في وجود بيئة حارة يسرع الإسكار في الإيه؟ في النبيذ، فنهاهم عن الانتباذ في هذه الآنية. فلما استقر الأمر أن الخمر حرام ولا يشربوا مسكر، قال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. خلاص، يبقى تدريج في التشريع. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان. باب الفرع والعتيرة، الفرع والعتيرة. الفرع اللي هو أول نتاج، كانت عادة العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام إن أول نتاج للدواب اللي عندهم، يعني أول بطن كانوا يتصدقوا بها أو يذبحوها للآلهة، فيسموها الفرع. والعتيرة كانت ذبيحة يذبحونها في رجب، يسموها الرجبية. كويس؟ فالنبي جاء بعد ذلك وقال: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. يعني إيه؟ لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، ولكن إن أردت أن تفعلها على سبيل التطوع للصدقة فلا بأس، ولكن ليس على سبيل الوجوب. فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال: يحيى أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. يبقى لا فرع ولا عتيرة يعني واجبة في الإسلام. الواجب في الإسلام فقط هو ما أوجبه الشرع الشريف كالأضحية المنذورة أو الأضحية للموسر، عند مذاهب من قال هي واجبة عند الموسر، إنما غير ذلك فهي على سبيل الاستحباب والتطوع، فعلها أخذ ثوابها، تركها لا شيء عليه. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. يبقى الإنسان إذا بدأت شهر ذي الحجة وكان يريد أن يضحي، وهو ليس بحاج ده هو في بيته، لكن يريد أن يضحي، يسن له ألا يقص شعره ولا ظفره حتى يضحي أضحيته، لكن له أن يستعمل الطيب ويقرب النساء وكل حاجة، مش يعمل نفسه يلبس الإحرام بقى كمان ويقعد في بيته لابس الإحرام ويقول لبيك اللهم، لا فهم؟ يعني وياخد بس من محظورات الإحرام قص الأظافر والشعر فقط. فهمت ازاي؟ في بيته. وبعدين بعد ما يذبح أضحيته يبقى يقص شعره وإيه ويقص الأظافر. وهي على سبيل السنة وليس على سبيل الوجوب. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان وعن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب
رضي الله عنه يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والمقصود ببشره هنا الجلد الذي عليه شعر من جسم، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفع للنبي يعني. قيل لسفيان اللي هو إيه؟ سفيان الثوري، وقيل سفيان بن عيينة: فإن بعضهم، يعني بعض رواة الحديث، لا يرفعه، يعني يوقفه على إيه؟ على الصحابي. فقال: لكني أرفعه، يعني عندي إسناد يوصله إلى النبي، وأنه ليس من كلام الصحابي بل هو من كلام النبي. يبقى المرفوع هو ما كان من كلام النبي، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام التابعي. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه، يعني ترفعه إلى النبي، قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. يعني معنى كده لو لسه ما اشتراش الأضحية ممكن يقص شعر، لكن لو عنده الأضحية من أول ذي الحجة يبقى يمتنع. طب انا بشتري الاضحيه بتاعتي يوم 9 ذو الحجه، خلاص من يوم 9 ما تقعدش في الشهر. فهمت ازاي؟ طالما الاضحيه عندك يبقى تمتنع، الاضحيه مش عندك ما اشتريتهاش لسه يبقى خلاص قص شعرك وضوافرك مفيش اشكال، لحد ما تحوز الاضحيه بقت عندك في حيازتك يبقى ساعتها تمتنع. واضح؟ يعني النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل العشر وعنده، يعني في حيازته، أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والرواية دي تقول أنه إيه؟ طالما عنده الإرادة فقط وليس عنده الحيازة يمتنع. وإحنا بنعمل بالرواية التانية، طالما أنت مريد الأضحية وعندك تمنها، بمجرد ما يجي هلال ذو الحجة امتنع عن قص شعرك وأصفر، طالما أنت مريد الأضحية وعندك ثمنها. فهمت إزاي؟ لكن بعض الفقهاء خدوا برواية عنده وقال لك إيه؟ لابد أن تكون في حيازته ليمتنع، ليتتوجه له السنة يعني. يبقى اللي عمل كده صح واللي يعمل كده صح، والأحوط إنك أنت طالما أردت خلاص امتنع وتاخد ثواب هذه السنة الجميلة التي يجهلها كثير من الناس. ومن أحيا سنتي يأخذ ثواب إيه؟ شهيد. وفي روايات إيه؟ 100 شهيد. الحكمة هنا نوع من التعبد، زي المحرم كده ما يقطعش، يعني نوع من التعبد والتقشف لله عز وجل، وترك إيه؟ الترفه، لأن قص الأظافر وشأن نوع من الترفه. فربنا يريد أنك أنت تبقى ايه؟ زي اشعث اغبر كده لله، واخد بالك ازاي؟ تترك زينة الدنيا من اجل طاعة مولاك تعبدا يعني. فهم؟ بالرغم انك غني وتستطيع ان تشتري اضحية، يعني وانت موسر. فهمت ازاي؟ كل ده علشان تتعلم ان ترك زينة الدنيا مطلوب، وان الانكباب على الدنيا غير مطلوب. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة
الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فالنهي هنا نهي إيه؟ تنزيه وليس تحريم بالإجماع. نهي تنزيه وليس تحريم بالإجماع. وعن أبي قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن مسلم ابن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلع فيه ناس. اطلع فيه ناس يعني يستعملوا بعض مزيلات الشعر يعني من تحت الإبط من العانة، يعني ده معناه اطلع يعني يستعملوا ايه مزيلات للشعر، زي الوقت في كريمات مزيلات شعر وحاجات من دي، كانت زمان برضو في هذه الاشياء فيسموها اطلع يعني استعمل مزيل للشعر. وكان في الحمام يعني بيستحم، كان في حمامات عمومية كان الناس تدخل تستحم وتزيل شعرها فيها بالأجرة. فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، يعني يكره إزالة الشعر في ذي الحجة لمن يريد أن يضحي. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر ابن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. يعني الذبح لغير الله أن يذبح على غير اسم الله أو تقربا لذات غير الله تعبدا، هذه معنى الذبح لغير الله، يعني يكون ذبحك لله باسم الله ولوجه الله، فلا يكون ذبحك باسم غير الله ولا لغير ما أمر به الشارع، وإلا تقع في الإيه؟ في الحرم. لكن لك أن تذبح لصديقك ليأكل، وهذا لا يسمى ذبح لغير الله، لأن إكرام الصديق مطلوب من الشرع، ولك أن تذبح لأولادك يأكلوا، وهذا ليس ذبح لغير الله. فأقول أذبح لأولادي، يقول لك إيه ده بتذبح لغير الله؟ ما تاكلوش، إزاي بقى؟ فاخد بالك إزاي؟ يعني أنا أذبح لأولادي لأن نفقة أولادي واجبة عليا، فهذا لله. فهمت إزاي؟ يعني أذبح من أجل أمر الله بإيه؟ بإطعام أولادي، أو من أجل أمر الله بإطعام الفقراء. يبقى ده ذبح لله، إنما الذبح لغير الله هو الذبح للأصنام، وهذا لا يفعله المسلمون والحمد لله رب العالمين. يبقى لما بيذبح لسيدنا الحسين ده لله، لأنه بيحب سيدنا الحسين ليه؟ عشان ابن بنت النبي، يبقى بيحبه لله، يبقى ذبح لله. فبيذبح لسيدنا الحسين يعني إيه؟ يعني يوزع ثواب هذه الذبيحة ياخدها سيدنا الحسين. ويجوز التصدق عن الميت ولا لا يجوز؟ يجوز بالإجماع. يجوز الصدقة عن الميت ولا لا يجوز؟ بالإجماع يجوز. ابوك مات وجبت انت عجل وقلت انا هذبحه وايه واهب صدقته لايه لابي، هل هذا خطا؟ هل هذا ذبح لغير الله؟ هل هذا شرك؟ يفعل ذلك المسلمون مع سيدنا الحسين واولياء الله الصالحين محبه فيهم، لانهم بيعتبروهم ابائهم الروحانيين، ابوه الروحاني، حيث انه يعني مجرد ذكره تدب في قلبي الهمه في الطاعه وحب عبادة رب العالمين. يبقى في نوع من الأبوة. يبقى من ذبح لسيدنا الحسين أو للسيدة زينب أو لآل البيت أو لولي ميت، يعني معناه أنه بيهب ثواب هذه الذبيحة له، ويجوز هبة ثواب
الصدقة للميت بالإجماع فليس لغير الله. فهمت ازاي؟ وبالتالي يبقى اللي بيقولوا الوهابية على أفعال المصريين إن هم بيذبحوا سيدنا الحسين ده ذبح لغير الله جهلة. والمصريين هم العلماء في المسألة دي. ليه؟ لأن محبتهم لأهل البيت تجعلهم يهبوا لهم صدقات أعمالهم حبا فيهم لأنهم من نسل نبيهم. والنبي أمرنا أن نحبه ونحب آل بيته. يبقى هذا من أبواب القربة. إنما الذبح لغير الله أن تذبح لصنم معبود من دون الله، وهذا لا يفعله مسلم والحمد لله في أي قطر من الأقطار. وحسن الظن بالمسلمين أمر مطلوب في زمان ساء الظن بالمسلمين بعضهم ببعض، وكفر المسلمين بعضهم بعض، وقتل المسلمون بعضهم بعض. فعلينا أن نعيد مرة أخرى حسن الظن بالمسلمين. يبقى تحريم الذبح لغير الله لأنه كان يذبح للأصنام والعياذ بالله، وكانوا ذبحهم للأصنام لا يطعمون منه الفقراء كمان، يتركوها تنتن. كان الذبح لغير الله أيام الجاهلية يعمل إيه؟ يذبح للصنم ويسيبها حتى تنتن ولا يوزعها حتى للفقراء. وهذه الصورة لا يفعلها مسلم أبدا في أي قطر من الأقطار ولو كان من أجهل المسلمين. فهمت بقى إزاي؟ أيوه. ما اسمها دي وكيرة. ما احنا قلنا قبل كده اللي بيسكت سقة جديدة بيطعم طعام، هذا الطعام اسمه ايه؟ وكيرة، عشان قعدت في وكر جديد. ما هو ده مطلوب زي العقيقة من اجل ايه؟ ذبح من اجل المولود. وكيرة ذبيحة من اجل السكن الجديد. فهمت ازاي؟ نقيعة ذبيحة من اجل القدوم من السفر. فهمت ازاي؟ وضيمة ذبيحة من اجل حدوث مصيبة، يعني واحد ابوه مات وهيقولوا ناس هيعزوه من اخر الدنيا، فيروح ذبح ذبيحة عشان ياكله. الذبيحة دي اسمها الوضيمة. فهمت ازاي؟ او جاي له الصحاب وهيزوروه لا لسبب معين، مجرد زيارة محبة، يعمل لهم حاجة اسمها وليمة للعرس او وليمة ايه؟ للصداقة. مأدبة يسموها مأدبة. والوليمة تكون للعرس والمأدبة تكون بايه؟ للاصدقاء والاحباب. يبقى دي كلها جائزه من الشرع لان النبي يحب اطعام الطعام. لكن اللي بيذبح لغير الله كان يذبح للاصنام ولا يطعم ولا يوزع الفقراء، وهذا لا يحدث في بلاد المسلمين والحمد لله. واضح؟ ما فيش حد مسلم بيجيب خروف يروح ذبحه ويروح سايبه ينتن كده وتنه ماشي. حصل دي؟ حد سمع عنها في بلد من بلاد المسلمين؟ فالحمد لله ما بيحصلش. فناخد بالنا اننا نحسن الظن بالمسلمين خلافا لطائفة الوهابية التي تسيء الظن بالمسلمين. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. كانوا متصورين من كثرة علم سيدنا علي بعد وفاة النبي، ظهر لسيدنا علي علوم كثيرة وكان يسبق أهل عصره في العلوم وفي الاستنباط، فظنوا أن النبي كان يخص سيدنا علي ببعض العلوم. قالوا هو النبي كان بيسر إليه ولا دي؟ سيدنا علي غضب قال له ما بيسرش حاجه، النبي لم يسر شيء، بل بلغنا كما بلغ سائر الناس، يعني لم يخصنا بشيء، ولكن ربنا فتح على سيدنا علي بفهم أتيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدود الأرض، يعني دي حدود ملكية كده، دي ملكي، يوم يجي واحد في الليل وأنا مش واخد بالي يروح ناقل حدود الملكية وياخذ جزء من ملكي وانا مش واخد بالي، فده غير منار الارض. ياخذ ما لا يصح له ان يملكه من الارض كالغاصب
والمعتدي وغير ذلك. فهم؟ يبقى ده ملعون من الكبائر. ومن آوى محدثا يعني آوى مجرما، يعني يتستر على مجرم، يتصدر على مبتدع، يتستر على قاطع طريق ويحميه، يبقى هنا برضو ملعون، آوى محدثا. وذبح لغير الله يعني كان مشركا يذبح للأصنام، يبقى ده ملعون. وكذلك من لعن والده يعني تسبب في لعن أبيه، يعني يلعن الناس فالناس يلعنوه هو وهو، يبقى تسبب في لعن والده. فهمت؟ يبقى ده برضه ملعون. والنبي كان لا يحب أن يكون الإنسان لعانا ولا فاحشا ولا بذيء صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله عليه السلام أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخصكم آل البيت يعني، فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي. قراب سيفي يعني جراب سيفي هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وفي طبعا روايات أخرى غير رواية مسلم أنها كانت فيها العقل والدية، العقل والدية، على أنه كان أرسله قاضيا لليمن، فالنبي أملاه العقل والديات في الجروح المختلفة، من كسر سنا قطع أصبعا قطع أنفا قطع أذنا، إيه العقل والديات فيها، فكان كتبها في هذه الصحيفة ووضعها في جراب سيفه رضي الله عنه وأرضاه. ونقف على كتاب الأشربة وفيه 35 بابا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.